باسم الإله المرتجى نحيي احتفالا للأباة قد اعتلوا الفرقدا. ثم الصلاة على النبي محمد ببلاغ دين الله قد أشهدا، والآل والصحب الكرام ومن على هذا الطريق يروم هديا أمجدا. أو حافظا في الكريم حضوركم أربى على مهج القلوب وأنجدا، وصحابكم بالسعد وافوا حفلنا، وضيوفكم في دارنا لهم فداء. أهلا وسهلا بالكرام تحية منها الربيع قد استنار. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا أمسيتنا اليوم، ليست تكون الأمسيات أمسية الدفان، أمسية الوفاء. اليوم نسجل حدثا تاريخيا كبيرا. اليوم نحتفي بأبطال التشاوس، قدموا الكثير، أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن، في خدمة الناشئة. أيها الحضور الكريم، أود منكم أن تقفوا إجلالا لتحية العلم الوطني. هيا للعلا سعيا،
فهمتم مساء جميعا. إن من النعم العظيمة التي تستوجب منا الشكر والحمد نعمة الالتقاء بين قلوب اتحدت رؤيتها وسمت رسالتها. إنها قلوب رجال ونساء التربية والتعليم. فباسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الأكارم، وباسمي الشخصي ونيابة عن مؤسسة عمرت 40 سنة، إذا باسم التاريخ، باسم العراقة، باسم الأمجاد، باسم الصفحات الخالدة، أقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. إذا أجدد أرحب بضيوفنا، أرحب بالأساتذة الذين بصموا تاريخ هذه المؤسسة في لحظات مضت بإنجازات، بتفاني، بعمل، بجدية، بروح ونفس تربوي. هؤلاء يصلون اليوم الحاضر بالماضي، بالحاضر بالماضي، ويقولون لنا سويا: نحن على الدرب سائرون، ونحن لما ساروا إليه سنصير بحول الله. إذن طوبى للمتقاعدين، وطوبى لمن احتفى بالمتقاعدين. وأقول للجميع إن رسالتنا جميعا هي رسالة الأنبياء والرسل، فلنفتخر سويا بهذه الرسالة، ولنكن على قدر التكليف المجتمعي لنا كي نضطلع بها على أحسن ما يكون. أيها الأخوة الأفاضل، أقول لكم ولنفسي إن حياتنا كرجال ونساء التربية والتعليم تمتد بين فرحتين: فرحة ولوج المهنة وفرحة الخروج من المهنة، وبين الفرحتين مساحة زمنية قد تصل إلى 40 سنة، 4 عقود ما شاء الله. لذلك لا يجب ولا يحق، وليس من باب الاعتراف بالفضل، أننا نطعن في مشوار أحببناه واستقبلناه أول مرة بالفرح، فيجب أن نستقبله ونحن نخرج منه بالفرح ونذكر الفضل لأهله. فالفضل لكم جميعا، فتمسكوا بهذا الشعار: نحن في التربية نسعى لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه وهو الكمال، لكننا نسعى إليه. وأرن في آذاننا جميعا إن الخير باق في هذه الأمة، والخير باق في هذه الأجيال، لا نعزم الخير فيهم، فلنتفاءل الخير ولنتعامل بروح إيجابية. مرة أخرى أرحب بزملائي من الطاقم التربوي والإداري والخدماتي، أرحب بالضيوف، وأقول للمحتفى بهم ممن غادرنا إلى مقرات عمل أخرى، وممن غادرنا بصفة نهائية خروجا من المهنة، من المهمة، أقول لكم: البيت بيتكم، ولا تبخلوا على هذه المؤسسة التي أبنيتم فيها، قضيتم فيها أوقات وأوقات. وأناديكم الآن تجل هذا المبخل، أناديكم أن تعملوا على تأسيس هيئة، هي تسموها جمعية قدماء متقاعدي تلميذ الحالة المسنين الإعدادية، سواء كانوا أساتذة أو إداريين أو مستخدمين، وسوف يكتب لها النجاح بحول الله وفضله. ونلتمس منكم أن تحضروا معنا دائما في المحطات، وأن تحضروا معنا باقتراحاتكم، بانتقاداتكم، وبإنتقاداتكم
وبملاحظاتكم. إذا من جديد أرحب بالجميع وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. وعطر ما يبقى إذا مست آيات الله.